السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على درس جديد من دروس بلندر بالعربي. طبعا الدرس ده يا جماعة زي ما احنا قلنا قبل كده للناس المبتدئين، هيتعلم معانا خطوة بخطوة، وبالنسبة للناس الإكسبرت أتمنى إن شاء الله يكون في إضافة عندهم. هبدأ وأقول إن دي واجهة البرنامج زي ما بقول كل مرة. في عندي اكسس بشتغل عليها، الاكسس اللي بالاكس اللي باللون الاحمر، واللي بالاخضر اللي هو الواي، واللي بالزد اللي هو الطول. يعني لو انا واقف كده ودوست حرف الجي ودوست الاكس توجهت كده، ولو دوست الواي هتوجه كده، ولو دوست الزد اطلع فوق تحت. طيب نرمي دي. في عندي حاجتين اد مش من هنا، وممكن شيفت ايه عشان اعمل المش من هنا، اد اللي هي الكيوب زي ما احنا شايفين. هندوس هنا حرف الاس السكيل يعني، وفي اتجاه الاكس كده، وبعد كده هقول اس والواي عشان اكبره كده زي ما انا عايز، وممكن اقول هنا الجي عشان اتوجه في الزد كده لفوق. ده كده حاجه بسيطه ما فيهاش اي مشاكل. طيب هاجي هنا ادوس تاب عشان اروح في الايديت مود، وادوس كنترول وار علشان اقدر اقسم. بيجي كده وانا واقف في النص السكرول يزود، واعمل اسكيب عشان خلاص كده خدهم الثلاث نقط، وكنترول ار واجي من هنا وبالسكرول اطلع لفوق جاب لي ثلاثه، دوست كليك اسكيب انا كده حددتهم. تمام. لو انا دوست هنا الت وزد وبعد كده اخترت النقط دي، وبعد كده عملت طبعا دوست حرف الاو عشان في عندي سكوب بقدر اشتغل من عليه، وادوس حرف الجي رجعت كده. بص خد لي هنا النقط اللي انا شغال عليها من قدام ومن ورا، مواجهه لقدام واللي ورا اللي انا معلمها، لكن انا عايز اجيبه على دي بس. اعمل سكرول لقدام يبقى انا كده بقول انا عايز اشتغل على دول بس، وارجع دول كده وادوس الت بعدها وخلاص كده انا خدت شكل التلفزيون بتاعي. طيب اللي انا محتاجه هنا دلوقتي هعمل ايه؟ ممكن اعمل بسرعه كده. طيب هنيجي هنا نضيف الماتيريال بتاعي نيو، وهاجي هنا هختار هنا اللون مثلا الاسود وكده اتاخد اللون الاسود، ودوس هنا الت وزد تاني عشان يبان، واجي هنا ده الشكل بتاعي. طيب شكل كده التلفزيون، عملت الريندر. طيب وبعد كده نجيب دي الإضاءة، اللايت ممكن نخليه مثلا 200 f5، لسه نعمل ده كده وجي وفي اتجاه كده اللي هو تحت. في هنا حاجة عشان نعمل شاشة التلفزيون بتاعتنا، هندوس شيفت و A وبعد كده اختار هنا عندي ايمج ومش بلين، وهاجي هنا على الديسك توب عشان اختار الصورة بتاعتي، وادي الصورة اللي انا هستخدمها سكيل، واجي هنا الزال عشان ادوس الفرونت. اوكي يبقى انا ممكن اعلم الاتنين دول واعمل كده في اتجاه الاكس اللي هي الاي روتيت في اتجاه الاكس، في اتجاه الزد واقول هنا 90. يبقى كده ده ايه؟ لما انا اجي ادوس كده وادوس فرونت، اوكي انا هقلبهم برضو لو انا عايز امشي بالطريقه دي، الار وفي اتجاه الاكس 180، صح كده ولا الفرونت؟ لا يبقى انا اعمل كده
روتيت على الاكس 180، صح كده؟ ده انا جيت كده ودوست فرونت بقت مظبوطه. طب اجي هنا على الصوره دي، والجي في اتجاه الاكس لفوق، اخترت كده مش شايفها طبعا. وبعد كده اقول هنا جي في اتجاه الواي لقدام كده، وبعد كده ممكن اقول الت و اي اكسترود كانها الشاشة. وبعد كده اجي هنا جي واتجاه لورا كده. انا جيت هنا اف 12 مش شايف طبعا لان انا كده باتجاه، ناخد دي كده جي في اتجاه ال اكس كده، اف 12 نيجي هنا ونطلع بيه لفوق شويه، اف 12. وبعد كده ممكن نعمل مش ونختار هنا الكيوب وسكيل، نكبر كده ونقول ونختار التاب ونختار ايه عشان الفيسز كلها. وبعد كده اعلم فوق بس كده، اعلم فوق وهنا وهنا، واشيل الثلاثه دول فيسز كده، واروح طالع بده، ادوس تاب طبعا عشان اخد تعلمه كله، واطلع كده بالزد لفوق عشان اقدر اعرض. وممكن ادي اللون بتاعه كده نيو، تديله مثلا لون زي ده كده اف 12، وناخد الزاوية دي ده، وممكن اخليه 3 واجي هنا تاب، واجي على الادج ده والادج ده وجي، واخليه يتوجه اتجاه الاكس كده عشان الكادر بتاعي مظبوط. وممكن ده تاب، وناخد الدات تلفزيون بالكيوب اللي معاه وجي، وارجع بيه للواي ده اللي هو ايه، هو ده دي الصورة. طيب وده اللي هو الاي اي تي في، ماشي نعمله كده اف 2 تي في. وممكن هنا اروح اعمل دي تي في عشان يبقى كلهم ورا بعض، شرط تسكرين عشان اعرف ان هما الاثنين دول شغالين مع بعض، اقدر الاثنين كده اخرهم مره واحده، وجي في اتجاه الواي لورا جي في اتجاه الواي لورا كده، واعمل كده اف 12. وممكن اعملهم جي في اتجاه كده سنة صغيرة واف 12 بس. اتمنى كده ان شاء الله يكون الدرس كده واضح. احنا عملنا الشكل ده شكل عادي مفيش اي مشاكل، حاجة بسيطة شكل تلفزيون، درس بسيط مش صعب. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده كده واضح. لو حد عنده اي تعليق يبعته، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.